عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم صديقاتي أصدقائي من جديد على قناتكم وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو بإذن الله سأقدم وصفة طبيعية وفعالة لعلاج آلام الظهر وآلام المفاصل والعظام. علاج هذا المرض يكون صعب نوعا ما، والعلاجات الطبيعية هي أفضل علاج وتعطي نتائج جيدة. لذلك سأتشارك معكم وصفة تقليدية مغربية وسحرية ومجربة، وما عليكم سوى المداومة المواظبة عليها، وبإذن الله سوف تتخلصون من هذا الالتهاب وهذا الألم. إذن مكونات الوصفة، سوف تحتاجون لصنعها أولا إلى الفلفل الأحمر الحار، وليس الفلفل الأحمر الحلو، يجب أن يكون حار. وسوف نحتاج إلى المكون الثاني وهو الزنجبيل، ونحتاج إلى المكون الثالث وهو الزعتر، وسوف نحتاج أيضا إلى المكون الأخير وهو زيت الزيتون. إذن سوف نحتاج إلى إناء بهذا الشكل، سوف نضع فيه هذه المكونات. إذن سوف نحتاج كما قلت إلى الزنجبيل، ملعقة كبيرة من الزنجبيل نضعها بهذا الشكل في الإناء، ثم سوف أحتاج إلى ربع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار، فقط ربع ملعقة لا أكثر، ثم سوف أحتاج إلى ملعقة من الزعتر مطحون، ويجب أن يكون لين بهذا الشكل. ثم سوف نضيف تقريبا 5 ملاعق أو نصف كأس من زيت الزيتون. والآن سوف نضع كل هذه المكونات وهذا الإناء في حمام مريم حتى لا يحترق الزيت. طبعا لا تضعوا هذه المكونات مباشرة فوق النار، يجب أن تضعوا إناء يكون فيه ماء، وطبعا تضعون هذا الإناء في الإناء الثاني الذي فيه الماء الساخن، ثم تبدأون بالتحريك حتى يسخن الزيت تقريبا من 7 إلى 10 دقائق، ثم سوف نزينه من حمام مريم. إذن بعد مرور تقريبا 7 دقائق أزلنا هذه الوصفة من حمام مريم. الآن سوف نضعها في إناء بهذا الشكل، يمكنكم وضعها في قنينة زجاجية طبعا والاحتفاظ بها. إذن طريقة الاستعمال لهذه الخلطة، إذن قبل وضع هذا الزيت يجب تسخين منطقة الآلام بكمادات ساخنة، وبعدها تضعون هذه الزيت بحركات دائرية باليد مدة 5 دقائق أو أكثر ليسهل امتصاص الجلد للزيت. بعدها تلفون بلاستيك غذائي أو شاش وتتركونها ما شئتم، أي يمكنكم أن تضعوا الزيت بدون أن تغسلوها، فهي فعالة جدا ويمتصها الجلد بسهولة ولا تترك أي رائحة أو ما شابه. ويفضل تطبيق هذه الوصفة ليلا قبل النوم والمداومة عليها كل ليلة، وأنصحكم بالمشي وعدم الجلوس لفترات طويلة لتنشيط الدورة الدموية في الجهاز العصبي والعظمي.
إذا أتمنى الشفاء للجميع، وبإذن الله هذه الوصفة سوف تفيدكم وتخلصكم من مشكل الآلام والالتهابات في العظام. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك للتشجيع، اعملوا مشاركة لرابط الفيديو لنشر الإفادة، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.